كانت الشعرية البيضاء سريعة التحضير، يكفي 4 أشخاص. المقادير: 100 جرام لحم غنم مفروم، بصلة مفرومة ناعما، ملعقة صغيرة عصفر، ملعقة طعام زبدة، 100 جرام شعيرية، رشة ملح، رشة فلفل أبيض، 800 ملي أو 3 أكواب وربع ماء. طريقة التحضير: نذوب الزبدة في طنجرة كبيرة على نار متوسطة، نضيف اللحم ونطهوه بشكل جزئي، ثم نضيف الشعيرية ونتابع الطهو حتى ينضج اللحم وتصبح الشعيرية بلون ذهبي. نضيف الملح والفلفل ثم نصب الماء في الطنجرة، ثم نضع العصفر، نسخن المزيج حتى يغلي، ثم نخفف النار، نترك الشوربة تغلي ببطء على نار خفيفة مدة 10 دقائق.